هي صراحة شخصية أحمد كاينة في جميع الأطفال في العالم، كاينة شخصية أحمد، يعني أي طفل غتجبر فيه شي حاجة من شخصية أحمد، يا إما البسالات يا إما ديك الحب استطلاع الحب استكشاف ديك دخول في ما لا يعني. شكون؟ أنا. عاوتاني جات هادي، شنو بغيتي؟ كاينة ماماك؟ لا ما كايناش. أحمد شكون كيدوق؟ ديك صاحبتك اللي ضبه كيفيله قلت لها ما كايناش. ولاحظت بانك ياخذوا يعني احمد كقدوه بزاف الحاجات، مثلا كيدخلوا عندي امهات كيقولوا لي عافاك حاول تبدل من هذا هذه، راه انا ولدي مثلا كيتبعك ياخذ احمد قدوه بزاف. مثلا دابا شنو نرجع اي حاجه كيعملوها الاطفال كيقول لك وحتى احمد كيعملها، فهمتي؟ وحتى احمد كيعملها. انا وليت كنحاول نعمل اتونسيون باش ما نرجعش عاوتاني، المهم باش ما نفسدش الاخلاق ديال الاطفال. احسن عطيني نص الدرو بحليب ودغيا دغيا احسن دغيا. اه بشويه عليك، شحال عندك مزروب؟ اه مزروب حيت غنخرج انا وماما تشري لي حوايج دلعب ودغيا نحسن. وحنا منا بلاتي نسالي مع السيده شو برنوبه ديالك، زيد اختي شنو خصك اخر؟ غير اعطيها ولدي اعطيه، ماشي مشكل اعطيه. شفتي المراه ضعيفه عليك الحسن، شكرا خالتي شكرا. دابا مثلا كيدخلوا عندي امهات كيقول لا عملنا مثلا شخصيه احمد تكون مؤدبه تكون كذا، راه مره غيكون مؤدب مره غيكون مشاغب مره غيكون كيعمل بسلاس مره غيكون كيسمع الهضر، حيت ما كايناش المثاليه او ما كايناش شي طفل واو بيرفكت. واشو عمتو واجيبوا معاكم السخره ديالكم اللي غتاكلوا باش ماما ما تعصبش. المحتوى ديالي يتفرج له الطفل اللي عنده اكثر من 10 سنوات، وكنقول المحتوى ديالي يتفرج له الطفل اللي عنده اكثر من 10 سنوات، اللي الطفل اللي غيستوعب يعرف ان داك الشيء اللي يعملو مثلا الطفل احمد راه غير تمثيل، ماشي ان غياخذوك كقدوه. مثلا هادو صحاب روتين اللي كيعملوا فيديوهات بزاف، مثلا هذاك يقدر يوصل لهم حتى 5 6 8 7 8 في الشهر. عمو نعم شنو بغيتي عاوتاني؟ عاود ايه يا جاي المستقبل يا واه اسكت خليني تفكر. واه الله سربي الله مخاوم قابيلك غير انت ولا اعطيني جوج يا ناس جوج حاجه. شكرا بزاف الاخت انصاف على الاستضافه، وشكرا لقناه طنجه حتى هي على الاستضافه. الاسم ديالي نسرين، العمر 25 سنه، صانعه محتوى ترفيهي على مواقع التواصل الاجتماعي. قصة نسرين شو بدات هي صراحه الموهبه كانت ملي كنت صغيره، كان عندي الحلم دائما انني نكون ممثله، وكيعجبني هذا الشيء ديال المسرح والكاميرا واي حاجه عندها علاقه بالكاميرا كتعجبني. فملي كنت صغيره كنت كنعمل جولات مسرحيه في المدرسه في المسارح ديال يعني عملت بزاف الجولات مسرحيه في الشمال، وكنت منخرطه في الجمعيات، ويعني من تما كانت فيا داك الحب ديال التمثيل وحب ديال المسرح. من بعد كان صراحة الحلم ديالي أنني نقرا التمثيل، ولكن ما كتبش وجيت وعملت واحد الدومين آخر. ومن بعد كان بين هادشي ديال السوشيال ميديا دي فيديو يوتيوب انستغرام هادشي هذا، فقلت علاش لا راني نجرب نعمل ندخل العالم ديال السوشيال ميديا. اول فيديو كان عقال كنت عملته انا واحد الولد فاش كتركب مع شي واحد عزيز عليه الطوموبيل ديالو، هذا كنت اول فيديو كنت عملته، كان صراحه يعني كان عجب الناس. ومن بعد كما قلت لك بقيت كنعمل فيديوهات، غير هو ماشي داكشي مقاطع، يعني مره كنت كنحط هذاك بحكم انني كنت كنقرا صافي. بقات هيداك كل مره كنزل هذا، كنت طلعت الحساب ديالي ديال الفيسبوك ديال الانستغرام حتى هو،
حتى يعني دازت مده في ديك الوقت هذيك كنت كنعمل دي فيديو بلا حجاب، من بعد مسحت كل شيء وعاد عملت الحجاب وبديت بدايه جديده. يعني نقدر نقول لك ان يعني كنعتبر البدايه الحقيقيه ديالي هي فاش بديت شخصية احمد تماك، هذيك هي كنعتبر انا هذيك هي البدايه تما باش تعرف عليا الجمهور اكثر. وكان عندي نجاحات بزاف، منها كنت طلعت في طوندونس، منها الفيديوهات ديالي تشاف مليون. يعني كنعتبر كما قلت لك هذه هي البدايه ديالي. هي صراحه شخصيه احمد كاينه في جميع الاطفال في العالم، كاينه شخصيه احمد. يعني اي طفل غتجبر فيه شي حاجه من شخصيه احمد، يعني اما البسالات، اما ديك حب الاستطلاع، حب الاستكشاف، ديك الدخول في ما لا يعني، يعني بزاف الحاجات يعني ضروري. يعني يعني شخصيه جبتها من عند الاطفال كامل، كل واحد خديت من عنده حاجه حاجه حاجه. ولكن الشخصيه الحقيقيه هي كنت شوف صراحه واحد الولد كان باسل باسل بزاف، ومنو كنت استوحيت الفكره اكثر ديال احمد، ولا غدا طبقت داكشي اللي شفته فيه، طبقت الفكره ديال احمد. وكانت هذيك هي اول فيديو، سبحان الله، وكان اول فيديو كان عجبت الناس. ما كيعجبنيش نبقى مثلا نصور غير في الدار في المحيط ديال الدار، لا، كنحاول انني نمشي نصور في الزنقه، نمشي نصور في البقال، نصور في شي حاجه اخرى، فهمتي؟ باش كيما قلتي ديك الشخصيه كتبان لك بحال حقيقيه، يعني كتحرك، راه عايشه الحياه الشعبيه طبيعيه عاديه. حيت انا ماشي طنجاويه، الاصل ديالي ماشي طنجاويه، انا الاصل ديالي شماليه جبليه، ولكن ما يعني ماشي من طنجه. يعني اذا جينا هذا نقارنوا ما بين اللهجه ديالي واللهجه الطنجه والحقيقيه، غنجبر بانني شويش، فهمتي؟ ماشي بحال دونك ما كنجبر شي صعوبه يعني انهم يفهموني الناس ديال الداخل، ولا بالعكس. وعاد دابا اصلا اللهجه الشماليه مطلوبه، كتعجبهم، فهمتي؟ يعني ما كنظن هذا ماشي عائق بانهم ما يفهموش شنو جمهور صراحة دابا الطرف الصغير يكون اكثر، لان انا قلت لك الشخصيه ديال احمد تارت للاطفال بزاف. ولكن ملي كنخرج الزنقه كنتلقى ناس كبار، ناس صغار، دي ميساج والله الا كيدخلوا عندي امهات، ولا كيدخلوا عندي مثلا اللي في السن ديالي، فهمت؟ يعني ماشي، ولكن كنظن ان حاليا كتير الاطفال اكثر، لان بحال نقول لك بحال المحتوى الطفولي، ماشي هو طفولي، وانما هي راه موضوع، كتكون موضوع. مثلا ملي كنقول شي فكره فاجات عندك خالتك او فاجات عندك عمتك، راه كتكون حوار ماشي طير غير على الطفل، راه على الشخصيات كاملين. في الاول ما كنتش كنركز على انني يكون عندي شي ميساج او يكون عندي شي هدف في الفيديو. علاش؟ لان ما كنتش كنستهدف نهائيا ان المحتوى ديالي غيتابعوني فيه الاطفال. يعني كنت كنجيب مثلا شي مشهد او شي حاجه شفتها من الواقع ديالنا، كنجيبها كما هي، كنحطها في المشاهد ديالي. دابا لا، دابا وليت ملي كنجي نكتب فكره كنفكر فيها مزيان، كنشوف شنو عندي، كيكون فيها شي سلوك، شي لفظ ولا شي تصرف ماشي هو هذاك، عاد كان ممكن. علاش؟ لان دابا كما قلت لك ولاو جمهور، ولاحظت بانك ياخذوا يعني احمد كقدوه بزاف الحاجات. مثلا كيدخلوا عندي امهات كيقولوا لي عافاك حاولت تبدل من هذا هادي، راه انا ولدي مثلا كيتبعك، ياخذ احمد قدوه بزاف. مثلا دابا شنو رجع اي حاجه كيعملوها الاطفال كيقول لك وحتى احمد كيعملها، فهمتي؟ وحتى احمد كيعملها. هنا وليت كنحاول نعمل اطونسيون باش ما نرجعش عاوتاني، المهم باش ما نفسدش الاخلاق ديال الاطفال. فوليت كنحاول نعمل اطونسيون يعني وليت ماشي بحال الاول. ودابا المشكله هو ان ملي كتولي توظف بزاف ديال الحاجات فما كتبقاش الفكره واقعيه اكثر، فهمتي؟ لان ملي كتكون واحد الحاجه كتوقع في الواقع ولا شي فيها شي مشاهد فخصك تحطها نورمالمون هيدك. مثلا كيدخلوا عندي امهات كيقول لك لا عملنا مثلا شخصيه احمد تكون مؤدبه، تكون كذا، راه مره غيكون مؤدب، مره غيكون مشاغب، مره غيكون كيعمل بسالات، مره غيكون كيسمع الهضر، حيت ما كايناش المثاليه او ما كايناش شي طفل واو بيرفكت. هذا الطفل هذا راه غيكون ضروري غيكون فيه شويه ديال، فهمتي كيفاش؟ حتى ملي غتكون الفكره الفيديو غيكون فيه مثلا داك الطفل مثلا فيه كلشي مزيان، حتى الفيديو غيكون ممل. هو شنو اللي خلى الشخصيه انها تشهر او لانها تكون محبوبه عند الناس؟ هي داك البساله ديالو، داك وداك، يعني فهمتي؟ يعني هذيك هي الحاجه اللي خلات ان اي طفل كتكون
يجبر راسو فيه داك الشيء اولا الام اولا اي ام اولا اي واحد غيتفرج غيشوف راسو بان داك الطفل مثلا ديك الحاجه كيعمل راه كيشبهو فهمتي. شوف هي كاينه تعاليق ايجابيه وكاينه سلبيه. كاين اللي كياخذ الفيديوهات اولا سلسله احمد بواحد المنظور انها الفرجه والمتعه، غيتفرج بديك الحلقه غيتمتع ويخرج بحالو. كاين اللي كيبقى يكريتيكي مثلا وعلاش قلتي هذه الكلمه هذه ولا شمتي هذا التصرف هذا اولادنا غيتعلموا منك هذه فهمتي. يعني كاين اللي كيتفرج نورمال كاين اللي كتبرو مثلا هو ولد بشحال واحد كيصاردوا لي ميساج كيقول لي انا والله الا كيصاردوا لي مثلا ليكرون ديال التلفازه كيتفرجوا كيقول لي انا جبرتيني كتفرج انا ولادي تبارك الله عليك كذا كذا. يعني كياخذ فيديو بكل بساطه بالفرجه. كاين شي واحد لا كيكريتيكي عليك لا وعلاش بنتي هذه وما كانش خصك تعمل هذه وعمل هذه فهمتي بحال هكذا. دونك ضروري كنتقبل كلشي بالعكس غير شنو خديت داك الانتقادات ديالهم بواحد الطريقه ايجابيه. يعني قلت فعلا ما نكونش انا السبب مثلا في حيت كاين بعض الاطفال ما كيفهموش. يعني انا اصلا كنت كنقول المحتوى ديالي يتفرج له الطفل اللي عنده اكثر من 10 سنوات وكنقول المحتوى ديالي يتفرج له الطفل اللي عنده اكثر من 10 سنوات اللي الطفل اللي غيستوعب يعرف ان داك الشيء اللي يعملوا مثلا الطفل احمد راه غير تمثيل ماشي ان غياخذوا كقدوه. طيب هالمداخل كاينه ولكن ماشي بداك الكميه كيما الناس ديال اوروبا والناس ديال دبي فهمتي. مثلا كتبر فيديو راه وصل لك المليون ولكن المدخول ديالو بسيط جدا فهمتي. يعني ماشي شي مداخل اللي عاوزك كنا كندخلوا بحال اوروبا وداك راه رجعت لي مبالغ خياليه. اذا جيتي تلاحظ الانصاف انا ما كنخدمش فيديوهات كل نهار كنخدم فيديوهات مثلا نقول كل 15 يوم كل مثلا بعد المره كنبقى هاد الصيفيه دي ما خدمتش بزاف شهر تقريبا ما نزلتش. هادوك اللي كيديروا مداخل خياليه كيكون عندهم فيديوهات يوميا كيحطوا فيديو عاش كتجبرهم مثلا ما كيهمهمش شنو الموضوع المهم داك صحاب الروتيني وصحاب كيحطوا الفيديوهات يوميا. هي اليوتيوب ديالنا كون ما كان عندك الكونتيتي ديال الفيديوهات بزاف كون ما غيكون عندك مدخول بزاف. مثلا هادو صحاب روتيني كيعملوا فيديوهات بزاف مثلا هذيك تقدر توصل لهم حتى ل 5 6 مليون 7 مليون في الشهر فهمتي. ولكن انا اللي كنخدم فيديوهات واحد مثلا 4 فيديوهات في شهر واحد ما كتوصليش يعني عادي. يعني المدخول ديالي اللي هو بسيط جدا يعني خصني نخدم فيديوهات بزاف باش ممكن انا يعني ندخل مع العلم ان القناه ديالي دابا وصلت 100 مليون مشاهده فيها. يعني تشافت القناه ديالي 100 مليون مشاهده يعني نورمالمون 100 مليون مشاهده راه خصك تكون مديه لاباس عليك ولكن مع ذلك المدخول يعني وعد لا. وبالاضافه لذلك حنا عندنا ادسنس يعني طايح راه ادسنس راه عندنا نتوما عارفين ادسنس ديالنا راه طايح بزاف الصراحه. في الاول لا ماما كانت ضد نهائيا التمثيل وهادشي مع كنت كنقول انا نمشي ونقرا تمثيل اللي زادك في الرباط وهذا وهذاك تقول لي لا التمثيل لا 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 كترفضني صراحه. وحتى ملي كنت كنعمل هادشي فيديوهات في يوتيوب ما كانتش باغا لي فنقدر نقول لك ما كانتش فاهمه شنو كنعمل فهمتي. راه كتخيل شي حاجه ماشي هي هذيك فهمتي. حتى من بعد ملي شافت بان شخصيه احمد عجبت الناس والناس ولاو كيجيو عندك يدقوا عليها في الدار يقولوا لها تبارك الله عليها وهذا 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 من بعد عاد قالت لي شوف شنو كتعمل عاد جابت ملي شافت ولات كتفرج فيا وكتشجعني وكتقول لي لا هذه غلط ما تعملش هذه. يعني من بعد فهمت شنو كنعمل. يعني فعلا هي النصيحه الانسان يثق في الحلم ديالو ويثق في شنو باغي وغيجي واحد النهار وغتوصل غتوصل. وهذه كنشوفها انا من زعما من الراس ديالي. انا زعما راه بديت الفيديوهات شحال هذه من 2015 ولا 16 وقيله وانا كنعمل دي فيديو يعني ودازت مده وكنت كنعمل الفيديوهات واحد كينجح واحد ما كينجحش وكنتعصب وعاوتاني كنعمل واحد اخر وكنت كنكون خدامه وكنجي مثلا في النهار ديال الروبو ديالي وكنعمل فيديو وكنحط في القناه وما كينجحش وكذا ويعني كطيح وكتنوض كطيح وكتنوض. ولكن اذا تشبتي بالحلم ديالك وعرفتي راسك الطريق اللي غتاخذ كون اكيد غيجي واحد النهار غتطلع فيه. يعني فعلا مثلا الشخصيه ديال احمد ما كنتش كنتوقع بان غيجي واحد النهار وغنتعرف واحد الشخصيه اللي طفوليه شخصيه اللي ما فهمت يعني ما كانتش في بالي نهائيا. يعني خدمت وخدمت 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 ودازت مده طويله وصبرت فجات واحد الوقيته اللي حتى كنشوف راسي مثلا عندي واحد الشخصيه كنخدم بها ناجحه بها الحمد لله اللي رجعت دابا هي ما نقدر نقول لك دابا هذاك هذا هو المسار ديالي حاليا. يعني ما لا قريت عندي قضيت الباك بسيونس فيزيك من بعد عملت جيستيون ديال لوجيستيك وخديت فيها لا ليسونس وكنت خدمت في هذا في طونجي ميد تما في الميناء. ومن بعد ملي كان جات هادشي كورونا وهذا كنت وقفت من الخدمه. ملي وقفت من الخدمه صافي حتى جات شخصيه احمد ونسيت الخدمه تفضلت احمد وما هي اللي صافي ان شاء الله.
كنبغي نشكر الامهات، شكرا على الرسائل اللي كتسردوا لي في الميساج، وانا كنقرا زعما الاقتراحات ديالكم كامله، وكنحاول انني نعمل بالاقتراحات اللي كطرحوها عليا، وان شاء الله كنوعدكم بان المحتوى غادي يتحسن للافضل والافضل والافضل، وشكرا بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.